المحصولات أو الفصل 19 من الدستور. أما فيما يحق للمواطن أن يحارب الفساد فنحن معه، وسنشارك معكم في هذه الوقفات خاصة أمام البلدية وكذلك أمام المحافظة العقارية وأمام مندوبيات أو ممثلة وزارة الأوقاف التي نتوفر على ملف أسود للمسؤول عن هذه المؤسسة التي تمثل وزارة الأوقاف، حيث أن مندوب وزارة الأوقاف متورط في عدد كبير من ملفات بيع أراضي الوزارة، التغاضي عن سرقة ممتلكات الوزارة، التزوير كان يزور حتى أرقام القطع الأرضية التي تكتريها المؤسسة لأشخاص من تجار المخدرات ومن الجريمة المنظمة. كما أننا وأطلب من الجهة التي تنظم هذه الوقفات أن تطلب من السلطات ومن السلطات العدلية الوكيل العام أن يفتح تحقيقات في هذا. لقد رأيت في أم عيني أن المسؤول في وزارة الأوقاف هناك عدة شكايات تتعلق بالتزوير ضده لم يتخذ فيها الإجراءات القانونية التي يتخذونها في حق المواطن العادي. فإذا كان أي مسؤول في المدينة، في المحافظة العقارية، في البلدية، في المستشفى، في الفساد موجود في كل هذه النقاط. وأقترح أن يكون شعارنا في هذه الوقفات أمام كل مؤسسة ارحل يا مفسد، لأن النقاط التي سنقف عندها تضم رؤوس الفساد وليس أصابع الفساد. شكرا. ولا البديهة الطيبة للنادي الإعلام ونادي الصحافة كليل نظور بشغل المدينة فقط، يعني مش نقدروا نعتبروا بلي المبادرة هي إقرار بفشل اللجنة ديال الجهة الإقليمية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، خصوصا أن هذه البادرة هذه كتجي من طرف أناس اللي متموقعين داخل هذه اللجنة، هذه أولا. وثانيا السبب ديال هذا الفشل، لان الحماسه باش تم التجديد ديال الهياكل ديال اللجنه وبالحضور ديال الناقب الصحفيين السي مجاهد وكذا، يعني نقدروا نعتبروا هذه الفتره الزمنيه اللي دازت هي فتره مقتضبه باش نوصلوا لهذا النتيجه هذه اللي كنقولوا ان كاين برود في الاداء وكاين انعدام ديال الاراده، يعني ماشي واحد الفتره ديال سنتين ولا ثلاث سنين ولا اربع سنين، يعني واش نقدروا يعني الاسباب ديال ممكن تعطينا صوره انتم، يمكن حنا كنشوفوا شي امور من برا، واش نقدروا نتواضحوا نعرفوا امور اخرى من داخل، هذه كبدايه. التدخل الثاني هو ان التحركات ديال اللجنه نديروا نادي للصحافه يجمعوا جميع التيارات الصحفيه باش ما يبقاش نسميوه مقر النقابه، ربما غادي مازال عاد ربما كاين شويه ديال الحزازات خصنا نتجاوزوها، لا ما نمشيش تما كلينا هذاك المقر ديال النقابه لا هذاك لا كذا راه ما كنتفاهمش معاه وكذا ولا غير ذلك، الا بغينا نخرجوا من هذا الاخر بغينا غادي يكون هكا نادي الصحافه، وبالتالي فهو مفتوح في وجه جميع الزملاء، ما يبقاش هذيك الساعه مبرر لاي احد باش يقول شي حاجه، هو مفتوح لجميع الزملاء يجيو باي ساعه بره. وهذا شكون اللي غادي يسهر على التنظيم ديالو؟ شكون اللي غادي يسهر على التنظيم ديالو؟ هما الزملاء، وغادي تكون ديمومة يومية في مقر النادي، ويمكن من هنا أن يتم ربط الاتصال مع جميع المرابط في كل حادثة، في كل لقاء، في كل نشاط قد تعرفه المدينة، يتم من هناك الاتصال بجميع المنابر من اجل اعلامها. اسيدي راه
كاين واحد لاكسيدو في الشارع الفلاني اللي كيهمو الامر يمشيو كيدوز ميساج للجميع. اذا غيكون واحد الديمومه داخل هاد النادي وشكون اللي غادي ينظمها بطبيعه الحال غنظموها الزملاء. هذا نكونوا على يقين انه بعد يومين او ثلاثه ايام سيتوصل كل شخص كل زميل مدير موقع او مراسل او مدير جريده محليه او مبعوث ديال شي جريده غادي توصل واحد المشروع مصور كيفاش غادي يكون هذا النادي اقرب وقت ممكن في ظرف يومين او ثلاث ايام خدامين فيهم الناس كيوجدوه مع الاخوان وغادي نسلم لكل واحد وقابلين لاي ملاحظه او بتبع شويه ديال السكرتيريه مجموعة في التساؤلات بطبيعة الحال قد استمرت لكن بحول الله ان الغاية والهدف هو المصلحة العامة. الوقوف الى جانب المواطن، المواطن الاعتبار المواطن والكرامات المجموعة على هذا الشيء اللي كانت بغض النظر عن خلفيات اذا كانت شي خلفيات بين قوسين. خاصة فيما يتعلق بالموضوع ديال قطاع الصحة والنظر اللي شكل في الاونه الاخيره مجموعه من ردود الافعال من طرف يعني الاطباء من طرف الاداره يعني واحد تبادل اتهامات ما بين الاطباء وما بين اداره المستشفى الحسني كذلك طرف المواطنين طرف يساند الاطباء وطرف يعني يساند الاداره هذه مساله كاين داخل فيها بالتالي بغيت نقول اولا سامحوني شوقي واش ما كتشوفوش بانه كان من الاولى انكم مثلا تسطروا واحد الاجنده اولا تمشيو في كل ملف على حده مثلا خصصنا الملف ديال قطاع الصحه ديال ملف الصحه حتى تتم تحقيق النتائج ديالو من بعد كذلك ندخلوا القطاع الاخرى لانه غتشتت كنعتقد على ان هذه الاجنده غيكون واحد اولا حتى على مستوى المطالب وعلى مستوى الملفات غيكون واحد الاشكال كبير واش شكون هما هاد الناس اللي غنجيو واش غير الناس اللي تبعت السكنيه ولا قلتي لنا باغي يكون جميع السكنه ولا شي واش غيديو الطلبه غيكونوا على علم بهاد الوقفه والى اخره. ثانيا انا كنحب السي عبد المنعم شوقي انه قبل ما يعني يتم تنفيذ كل وقفه احتجاجيه امام كل مؤسسه ماذا بكم الى بغيتو تعاودوا تهزوا المرابط الاعلاميه خصو ملفات يعني اللي فيها مجموعه من نقط ديال الفساد يعني اهم هو يعني